الرجوله ادب، الرجوله ادب. جمله صحيحه يا خلق الله، والبدايه اني احافظ على الوطن واشوف مصلحته في الوجود مهما تكون كيف تكون، لان من غيره مفيش امان. الرجوله هتموت كمان ولا يبقى رجال، عايزين نفوق. عمر المختار عدموه وهم داخل بلده كمان، تبقى الرجوله الحفاظ على الوطن وانتصاره يا ناس. واشوف الصح وامشي فيه، لو في علم اسعى فيه، لو في عمل احافظ عليه، لو عمل عام اكون تمام، مميز حد عن حد مهما كان. هي دي الرجولة تمام، ومنها الحفاظ على اليتيم الصغير مهما كان، والضعيف مهما يكون، في المستطاع لك بدون اي كلام. والرجولة يا شباب ذكور اناس، البنت تعرف ان ادبها اهم شيء والقمة ليها في الجمال، هو ادبها اهم شيء. والرجولة يا ذكور الحفاظ على اي بنت مهما تكون، في كل حال وكل مكان، دي زي اختك إذا كنت بتفهم الكلام. والرجولة إن زوجتي هي بختي، والنظر لبخت غيري أوسخ كلام. ده الصح دايما يا رجال الحلال، في العبادة الصحيحة لله أكون، يحفظني ربي في كل شيء مهما يكون. والست برضو لابد تفهم نفس الكلام، إن الحفاظ على الحلال يعني زوجك أهم كلام. تبقي ست واعية تمام، سترت نفسك، نصرت أهلك، رضيت ربك، خلص الكلام. والرجولة برضو الحفاظ على الجيران في كل مكان، الرجولة هي دي الحياة الحلوة دي، لازم نعيش ما نفركش في الحياة الدنيا دي.